ويشكم عرسكم ما حكيش على الموضوع هذا يتسمى ما جاوبش ولكن هدي زعيم عاود نعيمة جيني نفس السؤال اليوم الناس قاعدة تحكي عليك نعيمة في المواقع في الصفحات هل يحكيوا نقول ما حرام عليكم ما تحكيوش عليا ما نحبش كون يحكي عليا ما نحبش والله انا حياتي الخاصة تقعد متاعي انا انت شخصية عامة نعيمة إيه والناس يهتموا بي يهتموا بحب شخصيات اخرى انا ما نحبش كون يهتم بي انا ما نحبش نحب حياتي الخاصة تقعد ليا انا لو نقول لهم ارجوكم اللي قاعدين يحكيوا في كل في مواقع التواصل الاجتماعي بربي بربي اختاوني ما نحبش راني ما نحبش كون يحكي على حياتي الخاصه حياتي الخاصه تهمني انا تحبوا تنقدوني انقدوا اعمالي اش قاعده نقدم اش عملت اش ما عملتش مي حياتي الخاصه ما نحب حتى حد يجبد لي عليها ما نحب حتى حد يجبد لي عليها موقف بالطبيعه كل واحد حر كل فنان حر كل انسان حر كيسكي بارتاج مع العباد حاجه خاصه حاجه عامه واضحه وضوح الشمس نعيمه قالت لك انقدني قول اللي تحب على اعمالي على مشاركتي لكن حياتي الخاصه ليا انا ويظهر لي عند الحق في هذا زيد راه ويظهر لي زيد حتى علاقه ولا عرسهم ما نعرفوش السابق ولا المتواصل ولا واضح وضوح الشمس بما انهم الاثنين ما انكروش ولكن الاثنين قالوا ما نحبوش نحكيو على حياتنا الخاصه هذا تغربيلتك